السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ اكلاتي بتقدم لكم طريقة عمل البيتزا الرول بقطع الدجاج اللي متقطعة رفيعة خالص كده، والجبنة والفلفل والجزر، وحاجة جميلة جدا. واللي اول مرة يشوف قناة ناني محمد يعمل لي اشتراك في القناة ولايك وتفعيل الجرس وكومنتات حلوة كده، ويلا بينا نشوف. كوباية زبادي اللي احنا عاملينها مع بعض، معلقة سكر صغيرة، معلقة ملح صغيرة، نص كوباية زيت، بيضة، كيس خميرة، باكو خميرة، نضربهم كلهم مع بعض. عندنا 5 كوبايات دقيق، نعايرنهم اهو، ننزل كده بالراحة حبة حبة. البيتزا بتتحب تتعجن كويس. النهاردة بقى هنعمل لكم احلى بيتزا فراخ بمكعبات الفراخ، صدور الدجاج، معانا 2 كوباية مية دافية، نشوف الدقيق هياخد قد ايه ميه، ما نحطش الميه كلها، واحده واحده كده، ونقلب لحد ايه نشوف الدقيق هيعمل ايه معانا. خدنا كده 1 كوباية مية واحدة، مية دافية. لو هنحتاج تاني هنحتاج حاجة بسيطة عشان العجينة ما بتبقاش طرية بتاعة البيتزا قوي، عشان تعرفي تلميها رول. نعجنها كويس كده عشان تطلع حلوة، تعرفي تشتغلي عليها. اي عجينة لازم نلمها كويس ونعجنها كويس عشان نعرف نشتغل بيها. خلصنا العجينة، نحط لها بقية زيت كده، يعني معلقة زيت كده كده، نسيبها تخمر ساعة الا ربع كده. عندنا المقلاية اللي هنعمل فيها صلصة الثوم، هنحط 4 معالق زيت كده، عندنا الثوم اللي فرمناه وفرزناه في التلاجة او بنطلع على طول كده ونحط جاهز. حاجتنا بتنفع في البيت ازاي، حاجات جاهزة. هنحط
ما نحمرش برضو الثوم قوي. عندنا الصلصة اللي احنا مسبكينها مع بعض اهي، ننزل عليها كده. كل حاجة بتنفع في البيت، ليها قيمة عالية جدا يعني عند الواحد، ان هو بيجي من شغله، الواحدة مش فاضية، اي حاجة بتلاقي حاجتها جاهزة. هنحط كده الأسمر، معلقة فلفل أسمر، معلقة فلفل أسمر كده، نحط ملح، حبة ملح صغيرين كده، نقلبها. ونسيبهم يتسبكوا شوية كده. البيتزا ما بتبقاش حلوة الا لما بنحط لها الصلصة بالثوم دي، بتخليها جميلة وطعمها جميل جدا وبتديها نكهة حلوة. لأول مرة يشوف قناتي، قناة ناني محمد، يعمل لي اشتراك في القناة ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وكل حديث. وانا بشكر الناس اللي متابعيني، والله يعني اخوات، فعلا اخوات واصدقاء وناس كويسة جدا. الناس مش بتعمل لي اشتراك وخلاص ويلا، لا، الناس متابعيني الحمد لله، ربنا يبارك لهم كلهم يا رب. بيبعتوا لي كومنتات بيقولوا لي رأيهم في اكلي، يعني حاجة جميلة والله. ربنا يديم بينا يا رب الصداقة كده والأخوة. نخلص ونجرب العجينة بتاعتنا. خمرة، نشيل المية اللي عليها خمرة عشان لسه هتخمر تاني. نشيلها كده، نحطلها دقيق عشان ما تلزقش. لازم العجينة تخمر عشان تدينا منتج كويس. ما نفردش العجينة قوي علشان ما تبقاش خفيفة، وما ينفعش، مش هنعرف نلفها لو العجينة بقت خفيفة وهي رفيعة. نخليها يعني مقدارها كويس. فردنا العجينة، بس سمكها قد ايه علشان ما نخليهاش تخينة ولا رفيعة. لو بقت تخينة هتبقى مش حلوة،
ولو بقت رفيعة هتتقطع مننا، فاحنا ما خليناهاش رفيعة قوي ولا تخينة قوي. فردنا العجينة هي. عندنا الجبنة الرومي، عندنا جبنة شيدر، عندنا الزيتون، بقدونس، معلقة بقدونس، معلقة جزر، فلفل أخضر بارد وفلفل أخضر حامي، والفراخ. فاللي عايز يعملها بأي طريقة بتبقى جميلة جدا، شكلها حلو قوي وبتبقى تحفة. بأي نوع من أنواع الأكلات عندكم، جبنة موتزاريلا، جبنة رومي، جبنة أي أنواع عندكم، بالصدق وبالبسترما، بأي حاجة. احنا النهاردة هنعملها بشرايح الدجاج المتقطعة رفيع خالص اهوت. اللي عايز يعملها شرايح طويلة كده يعملها. عندنا كمان الصلصة بتاعت اللي هنفردها على البيتزا. عندنا الصلصة هيت، هنفردها على البيتزا، بتديها طعم جميل جدا ونكهة حلوة. نعمل كده، نفردها بس ما نفردش من قدام خالص كده، لازم نسيب مقدار كده عشان ايه، نحط فيه، نلزقها على بعضها. نفرد الصلصة في أنحاء العجينة كده كده اهو، تديها طعم خطير جدا. وجربوها، البيتزا الرول دي حاجة حكاية يعني بجد. احنا افراد عيلتنا كلها بتحبها، ان هي بأي حاجة، بصدق، ب كبدة، بأي حاجة. نفرد كده عليها، نفردها، تديها طعم حلو قوي قوي الصلصة اللي بالثوم دي. لو عايزين نحط بصلة برضو مفرومة، نحط لها بصلة مفرومة، بتديها طعم حكاية حكاية حكاية. نسيب بس حتة صغيرة كده قدام، حتة صغيرة ما نكترش. ونفرد كده. عندنا الجبنات، عندنا الجبنة الرومي، نفردها كده. عندنا الجبنة الشيدر برضو، نفردها معاها كده. عندنا الزيتون والبقدونس، البقدونس بيديها طعم جميل برضو كده، والجزر. والفلفل، اللي عايز حامي يحط، اللي عايز فلفل ألوان يحط، يعني بأي طريقة بتبقى جميلة جدا البيتزا. عندنا كمان الزيتون اهوت، نفرده كده برضو كده. كل أفراد الأسرة عندك هيحبوها وهياكلوها، لأنها دي مختلفة خالص عن البيتزا التانية المدورة أو البيتزا اللي في الصينية، مختلفة جدا بمكعبات الفراخ، حاجة جميلة جدا. حاجتنا في البيت زي ما قلت لكم، وهفضل اقول على طول ان حاجتنا في البيت جميلة ونظيفة، واحنا كلنا مش بنحب حاجة اكل من بره، منحبش خالص ناكل من بره. من بره دي معلش، عندنا الفراخ اهي برضو كده، نعملها كده نوزعها كلها كده.
يعني دي تكفي 7 افراد، 5 كوبايات دقيق يكفوا ما شاء الله بالهنا والشفا. حاجتنا تحفة. لو محتاجين نحط بصلة يلا نلفها. نعملها كده رول ونلف كده بالراحة بس كده واحدة واحدة. نلف كده هنسيبها كمان تخمر. بعد كده لازم نسيبها تخمر تاني بعد ما نخلصها. كده عشان نجيب ده كده يلزق على العجينة التانية. نلزقهم على بعض كده. نلزقها كده عندنا الصينية. نجيب الصينية كده ونحط فيها حبة زيت عشان ما تلزقش. نوزع الزيت كده عندنا الخيط النايلون. الخيط ده هنبدأ كده نقطع نبدأ كده نقطعها. ونحطها كده. احنا كده مجهزين الفرن علشان ندخل فيه البيتزا ما نخليهاش تخينة واحنا بنقطعها كده. كده نحطها كده ونرصها. نطلعها كده.
شكلها جميل ازاي. اقفل عليها عشان هتخمر، لسه هتخمر مننا يعني حوالي تلت ساعة كده، نسيبها تخمر. خلصنا الكمية بتاعتنا اهيت، هنجيب بياض بيضة ونحط عليها حبة خل كده وندوبها مع بعض كده وندهن بيها الوش كده عشان يطلع أحمر وحلو. ونسيبها تخمر حوالي تلت ساعة كده، ربع ساعة حسب ما ايه الجو عندكم، عشان الجو ساقع بيغيب شوية العجين في الخمر. خلصها كده وتخمر ونحطها في الفرن. خلصنا البيتزا، البيتزا الرول اللي بقطع الدجاج او الفراخ، حاجة جميلة جدا، ما خدتش حاجة يعني، سهلة جدا، واي حاجة عندك في البيت بتعمليها. وبصوا جميلة ازاي، حاجة حلوة نضيفة. حطينا عليها جبنة، اي انواع جبنة عندنا، الحشو حشوة جميلة ازاي، فراخ، والفراخ متقطعة مكعبات صغيرة، وحطينا لها فلفل اسمر وملح وكمون والحاجات الحلوة بتاعتها ديت. ولأول مرة يشوف قناة نني محمد يعمل لي اشتراك في القناة ولايك وتفعيل الجرس وكومنتات حلوة كده زيكم، وبالهنا والشفا.